نعطي سي صمت ونعرفنا احنا من جمعيه نادي قوس طنجة لرماية بن نبال. جاتنا الدعوه باش نشاركوا في النسخه التاسعه من مهرجان العرائش الدولي واللي استقبلناها بواحد الصدره لان حتى هي واحد الدفعه جديده بالنسبه للجمعيه ودفعه كبيره، وهذا اللي خلانا نجي نشاركوا بواحد الحماس كبير اننا نشاركوا في المهرجان كنسخه اولى بالنسبه للجمعيه ديالنا. وان شاء الله قدام غادي نكونوا دائما حاضرين ان شاء الله في مهرجان العرائش. هي واحد المدينه اللي عزيزه على القلب ديالنا وحنا من الابناء ديال مدينه العرائش. في الجمعيه ديال القوس النبال سي صمت ديال اللي كان بهذا المهرجان انه مهرجان ينفتح على الرياضات بصفه عامه، ينفتح على رياضه الطنس، ينفتح على رياضه ديال الراس ديال الرماية. كنشكرو كذلك ما يمكنش أن نشكر دولة قطر هي سهرت بين المساهمين الفاعلين في هذا المهرجان. كنتمناو أن هذا الشيء يتكرر وكافة